بكره هتنظم جامعه المنصوره احتفاليه يوم الشعوب للطلاب الوافدين بعنوان جامعه المنصوره تجمع شعوب العالم. الاحتفالية دي هيشارك فيها مجموعة كبيرة من السفراء والملحقين الثقافيين من الدول العربية والأفريقية والأسيوية الممثلين لطلاب الوافدين في الجامعة. ده هيكون موجود في المراحل الدراسية المختلفة سواء البكالوريوس أو الدراسات العليا. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الفعالية الكبرى دي. معانا على التليفون الدكتور شريف وائل يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة. دكتور شريف صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. مجهود محمود كالعاده. يا دكتور خلينا نتكلم في البدايه، استعدادات خاصه، فعاليه كبيره، ازاي شايف اهميه تنظيم فعاليه بالحجم ده في الوقت اللي احنا فيه ده؟ هو طبعا زي ما حضرتك اكيد عارفه والشعب المصري ان التعليم يعتبر القوه الناعمه للدوله المصريه خارج اطار الدوله، وبالتالي حرصت جامعة المنصورة على المشاركة دائما. كل سنة بنعمل يوم للشعوب نجمع فيه أبنائنا من الدول العربية كلهم نحتفل بيهم في هذا اليوم. الحقيقة طبعا عندنا 46 دولة عربية أبنائهم من الجاليات العربية والأجنبية عندنا في جامعة المنصورة. عندنا 12,000 طالب وافد سواء في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو مرحلة الدراسات العليا. الحقيقه مشارك معانا غدا من السفارات العربيه والاجنبيه من الساده المستشارين الثقافيين والملحقين وممثلي السفارات اكثر من 20 دوله حتى الان. ان شاء الله هيكون يوم منظم على اعلى مستوى، هيكون يوم فيه جزء ترفيهي. كل جاليه من الجاليات العربيه والاجنبيه بيكون لها طقوس معينه، يكون لها تقاليد معينه بتعرضها. ان شاء الله يعني يكون يوم ممثل للدوله المصريه امام الدول العربيه والاجنبيه ان شاء الله. ازاي حضرتك شايف حرص اداره الوافدين في الجامعه على تنظيم هذا اليوم واهميته بشكل عام؟ هو طبعا اداره الوافدين عندنا يعني في شاب من كليه الاداب يعني يتولاها كاداره تنظيميه. الحقيقه من الشباب الواعد، احنا بندعم الشباب ان هو يكون له قدره على اداره المؤسسات منذ الصغر، وكذلك الامر زمايله من الشباب. الحقيقه بينظموا الحدث ده منذ اكثر من 6 اشهر سواء من حيث اللوجستيات المطلوبه او من حيث اداره الموقف والتجهيزات الامنيه واللوجستيه الخاصه به، لان طبعا حدث كبير زي ده محتاج ترتيبات مسبقه. يعني الحمد لله هيكون على اعلى مستوى وانا ليا ثقه كبيره فيه وانا بديره عن قرب، انا والساده النواب في اداره والساده العمداء كلهم في حدود اختصاصاته. يعني اكيد انشطه كتير ومبادرات كتير مقرر طرحها من جانب الطلاب الوافدين اثناء انعقاد الاحتفاليه دي، حضرتك هتتابع الموضوع ده ازاي؟ انا موجود من الساعه 8 صباحا بالاضافه لمشاركتي يعني واشرافي المباشر على الحدث من قبل، انما انا غدا موجود من 8 صباحا حتى انتهاء الحفل لاخر توديع للساده الضيوف، لان الضيوف اللي جايين مستوى يعني يليق بالدوله المصريه ما يقرب من 20 اكثر من 20 ممثل للسفارات العربيه والاجنبيه، وبالتالي في ممثلين للسفراء ومستشارين ثقافيين وملحقين، والهيئه الدبلوماسيه لابد ان تقابل بما يليق بها طبعا. باعتبار ان انا اشتغلت ملحق ثقافي بسفارتنا باريس قبل كده واعلم جيدا ان البروتوكول يقتضي ان رئيس الهيئه او رئيس المؤسسه يكون في مقدمه الاستقبال طبعا. واخر المودعين للجاليه والسفارات اللي هتشرفنا غدا ان شاء الله. اكيد اكيد. ازاي هؤلاء الطلاب هيحيوا الاصول التاريخيه للشعوب؟ ازاي هيتعرفوا على تراثها وهيتعرفوا ايضا على موروثتها؟ كل جاليه وكل شعب من الشعوب العربيه والاجنبيه هيعملوا حاجه زي المأكولات، ده على سبيل المثال هيعملوا يعني كوكتيل من السلام الوطني للدول المشاركه في اطار موسيقي يعبر عن ثقافه الدوله. ايضا في فقره غنائيه لكل فريق من الطلاب اللي مشاركين معانا من 45 دوله، هيلقي يعني اما قصيده شعريه يا اما غناء يا اما مسرح يا اما فنون يا اما رسم هيعملوه. يعني كل المواهب اللي عند الطلبه الوافدين هتظهر في اليوم ده، واحنا كجامعه المنصوره عمدائها ونوابها
والضيوف من الدول المشاركة هتمر على كل الأحداث وتشارك فيها، بحيث نحن نعرف كل تفاصيل كل جالية وكل ثقافتها، وبالتالي يكون في تلاحم ما بين الدول العربية والأجنبية في هذا اليوم. الخبر الأحدث عند جامعة المنصورة حصول كلية الهندسة بالأمس على جائزة التميز الحكومي. دكتور، ليه الكلية حصلت على هذه الجائزة؟ ألف مبروك الأول. طبعا دي تعتبر الدورة الثالثة للتميز الحكومي، والحمد لله احنا كنا مشاركين بخمس كليات طلعوا على مستوى الدولة من ضمن 10، يعني كلية الطب، كلية الهندسة، كلية الحقوق، كلية الطب البيطري، طب الأسنان. اللي بيتم اختيار أفضل ثلاث كليات على من 10. فالحمد لله هندسة المنصورة حصلت على المركز الأول على مستوى كليات الجامعات المصرية، ولأن كلية الهندسة يعني من الكليات يعني عندها برامج معتمدة بنظام الساعات المعتمدة، عندها سيستم أيضا. الحقيقة جاءت اللجنة وقدرت فعلا أنها تستحق أن تكون المركز الأول، فأنا بوجه التحية لعميد الكلية وأعضاء التدريس والجهاز الإداري، ووجه أيضا للزملاء من الكليات الأخرى اللي كانوا من ضمن 10 كليات على مستوى الجمهورية، بوجه لهم الشكر والتقدير على المجهود اللي بذلوه. والحقيقة بوجه شكر خاص لوزارة التخطيط ولدولة رئيس الوزراء على اهتمامه ورعاية فخامة رئيس الجمهورية لهذا الحدث. ده بيشجعنا إن احنا إن شاء الله السنة اللي جاية اللي هي الدورة بتاعت 23 هنكون ان شاء الله في المقدمه ايضا ان شاء الله. يعني كويس قوي الاستعداد للسنه اللي جايه زي ما حضرتك بتقول، لان خلاص ما دام حصلنا على الجائزه مرتين اعتقد ان مش هنسيبها ابدا في التاريخ. لا لا ان شاء الله المنصوره دائما متقدمه ان شاء الله. دايما يا دكتور. موسم ثقافي كان كبير وموسم اجتماعي كمان كبير عند جامعه المنصوره، بدءا من زياره طلاب جامعه المنصوره لمستشفى المنصوره العام وافتتاح الصالون الثقافي لجامعه المنصوره. ايه تاني متوقع انه يحصل في خلال الترم ده؟ احنا ان شاء الله عندنا احتفاليه في يوم 22 عن يوم الشهيد، هتكون قبل شهر رمضان، وكل سنه حضراتكم طيبين. ان شاء الله هيكون عندنا ايضا احتفاليات رمضانيه في شهر رمضان، احنا مش هنتوقف الانشطه، لان انا بعتبر ان النشاط الثقافي والاجتماعي هو روح الجامعه، هو المتنفس للطالب. انا الطالب لابد يكون يعني انا عارف هو بيعمل ايه وانا مشاركه في كل الانشطه. فالحقيقه انا عامل برنامج يعني ثقافي وترفيهي ونشاط على مدار العام. طبعا كلنا كاداره جامعه، ليس رئيس الجامعه فقط انما الساده النواب، العمداء، الوكلاء معانا، يعني كل من هو مسؤول الحقيقه بيقدم خدمه للجامعه على اعلى مستوى. اكيد. بشكرك يا دكتور. الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعه المنصوره، شكرا جزيلا لحضرتك.